من جديد برحب بحضراتكم. ومع اقتراب الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو التي وضعت مصر على مسار التقدم والتطور نحو مستقبل أفضل في مختلف المجالات، نتكلم عن إنجازات الثورة العظيمة، كيف أعادت وحدة نسيج الشعب المصري، وكيف أعادت الثورة المجيدة لمصر ثقلها الإقليمي والدولي. زوايا عديدة نعيشها مع ضيفتي الكريمة في الاستوديو، الكاتبة الصحفية الأستاذة فريدة شبشي. أستاذة فريدة أهلا بحضرتك. أهلا بيكي، كل سنة وأنت طيبة. كل سنة وحضرتك وكل طيب. سنة ومصر طيبة بثورة يونيو، وكل مصر ودايما في تقدم من يوم بعد يوم زي ما شفنا من يوم ثورة يونيو من 11 سنة. ايه مكتسبات اللي حققتها ثوره يونيو للشعب المصري بوجهه نظر حضرتك؟ شوف اقول لك، اول حاجه انها حفظت بلدنا. وطننا كان في خطر، ده اهم في رايي، ده الانجاز الاول والاساسي، واللي انطلاقا منه يعني اتحركنا. لان لو ما كانش الوطن اتحفظ كنا هنقعد فين؟ كنا بقى هنبقى في مناطق متفرقه وكل واحد بقى هو وحظه يعني. لا، احنا الشعب بملايينه والجيش العظيم، لما قلنا للجيش تعالى يعني استدعينا الجيش ونزل حمانا وحمى مصر، هو ده الحاجة الأساسية اللي اتعملت يعني. ولو تفتكر يا لما أنا كنت قلت لك قبل كده إن الثورة دي عادت مصر لمكانها ومكانتها، وإنه الرئيس السيسي لما في 30 يونيو سنة 12 مش كده 12 يعني 13 لما خد الحكم 2013 كل يعني في الوقت ده كانت مصر زي البيت الخرابة. انا بقول دايما قلت هو ورث بيت خرابة. النهاردة انا ما بشوف مصر من اجمل الحاجات اللي فيها بالنسبة لي انا، ان ما فيش عشوائيات. مثلا انا كنت بتكسف ان انا انسانة ان في عشوائيات، بشوف ان في طرق دلوقتي ماشيه، حتى لو جه راس مالي عايز يستثمر هنا ما اقولوش طب معلش يا خواجه بقى انتج الحاجات وحطها قدام البتاع لما ربنا يفرجها. لا، كله دلوقتي في مسار بيمشي. الثوره لما قامت رفعت شعارتها عيش حريه عداله اجتماعيه. فانا شايفه ان العيش الحمد لله توفر رغم الظروف الصعبه جدا، واللي العالم كله باسم انها ما فيش فتره مرت بيها الانسانيه اللي مرت بيه ده. بس من كتر الصلابه والتماسك والصمود المصري ورا القياده وايمانها بهذه القياده الحمد لله تجاوزنا كل ده. حريه الحمد لله، انا شايفه ان ما فيش حد دلوقتي بيخبي اي كلام، حتى الحوار الوطني اللي اتعمل ده يعني أنا رأيي إنه من أجمل تعبير عن الديمقراطية، لأنه بدل ما أنا أبقى رأي وأنت رأي وكل واحد في حتة، لا إحنا بنقعد نقول أنا كذا وأنت كذا، طب إيه الأحسن؟ يعني بيتفقوا في الآخر يعني، وكل ما فيش حظر على حد، لا على رأي ولا على حزب ولا على أي حاجة. عيش حرية، عدالة اجتماعية بقى لسه ماشيين إحنا فيها، وإن شاء الله هنوصل لها. وزي ما قال الرئيس، قال مصر قد الدنيا أم الدنيا وهتبقى قد الدنيا. هل يا أستاذة فريدة من أصعب التحديات اللي واجهت الدولة المصرية عقب 30 يونيو كانت الإرهاب؟ طبعا. هقول لك على حاجة، أنا كنت بحلم ساعتها إن أنا أقعد معاكي زي ما إحنا قاعدين دلوقتي. إحنا ما كناش بنقدر نطلع من البيت، ما كناش عارفين وإحنا قاعدين في البيت هيحصل علينا هجوم ونروح في المقابر بعد شويه ولا لا. يعني كان احساس بعدم الامان. وانا دايما بفكر الناس، الجماعه دول جماعه الشر فعلا، اللي هم ما عندهمش اي احساس بالوطنيه، لما كانوا بيقولوا على القدس رايحين شهداء بالملايين، فيهم شهيد واحد راح. احنا الرئيس بتاعنا بقى قال لاسرائيل لا، ما فيش تهجير. يعني هو ده العمل العظيم اللي قامت بيه مصر في عصر بقيادة الرئيس السيسي. طبعا في لسه مشاكل كتير، في عندنا الموروثات اللي كانت طول 3 عقود قبل الثورة، يعني كلها حاجات أفكار يعني ما ينفعش إنها تبقى مصرية.
فإن شاء الله بنتخلص منها شوية بشوية وبنيجي يعني بناخد. تقصدي إيه بموروثات يا أستاذة فريدة؟ يعني مثلا حكاية إنك أنت لأ لازم تصلي الأول وتسيب الشغل، تدعي ما تشتغلش، تدعي ربنا يجيب لك رزقك عندك، يعني كلها كانت تخريفات الحقيقة ملهاش علاقة حتى بالدين. لأن ربنا قال إيه؟ قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. مظبوط ولا لأ؟ ربنا يقول اعملوا وأنت تقولي لأ؟ اقعد حط رجل على رجل واستنى هو هيجيب لك الأكل لغاية لأ، ما ينفعش كده يعني. وكان في حاجات كتير، المرأة والمرأة 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 هلكونا بالمرأة، لدرجة إن في يعني ناس قالوا ده حاجة الرجالة المسلمين دول يا عيني مساكين بقى ما يقدروش يمسكوا نفسهم لو شافوا امرأة. يعني واحد أنا عمري ما أنسى واحد من اللي بيسموهم الدعاء قال إن المرأة التي تظهر جزء من شعرها من شعرها يعني تستفز ذكورتي مش رجولتي. شوفي القرف، يعني أنا ما شفتش، أنا عشت بقى في الستينات وقلت لكم قبل كده كنت بروح المحكمة بالميني جوب وكنت بمشي في الشارع بأمان وأمن وكل حاجة. ما كانش عندنا كل ده. شيوخ الأزهر كلهم كانوا، أنا كنت صاحبة ليلى البقوري وبروح لها البيت، ومامتها كانت بنت الشيخ دراز اللي كان رئيس الأزهر، ما شفتش حد فيهم حط على رأسه حاجة، لأن مش دي القضية. القضية في العمل، أنت بتعمل إيه؟ أنت أنا طب مطلعين عليا ان انا ضد، انا مش ضد، بس انا بقول اللي انا مؤمنه بيه، يعني ان الواحد القيم والاخلاق، يعني انا رايي ان عمل المراه هو اكبر تحصين ليها. ولذلك يعني شوفي انت ثوره دوله يونيو بتخلي المراه المعيله وبتعمل مشروعات صغيره ومتناهيه الصغر ومتوسطه، يعني في كل حاجه لصالح المواطن المصري. الصحه، التعليم، يعني هو هنا امال هي هتبقى قد الدنيا ازاي؟ هتبقى قد الدنيا بان احنا نتقدم في كل ده، كل حاجه فيها وبقينا نموذج وكلمتنا مسموعه. قبل كده ما كانتش كلمتنا مسموعه، واحنا شفنا رئيسنا الله يرحمه بقى يعني ايام الجماعه كان بيستقبل ازاي في اي حته. لا احنا دلوقتي انا حاسه ان مصر بقت مصر. بقت مصر صحيح في وسط مصاعب وصحيح في وسط تحديات كتير، لكن هننتصر. ايه اكبر او اكتر ملفات حصل فيها تحسن وخطوات ملموسه شعر بها المواطن، وملفات لسه فيها كثير من او بعض التحديات؟ الملفات التانيه ايه بقى؟ فيها تحديات وملفات فيها خطوات ايجابيه ملموسه المواطن حس بيها. طيب اللي حس بيه المواطن الامان اول حاجه، يعني انه ما عادش بيخاف انه يبقى فيه إرهاب بيطلع له في أي حتة. على فكرة دي كانت مزلزلة القلوب كلها يعني. طبعا ده عنصر أساسي يعني في الأمن والأمان ده، والأمن والأمان ده هو ده اللي شجع الـ يعني اللي عايزين يستثمروا، الشركات أو الدول اللي عايزين يستثمروا إنهم ييجوا. لأن لو كان هيجي إزاي في بلد ما هوش عارف بعد شوية هيتفرقع فيه قنبلة ولا لأ. دي من أهم الحاجات. واللي حس بيها المواطن المصري الأمان وإن الإرهاب انتهى. وبعدين فكرة ربط سيناء بالوادي بالأنفاق وبتعمير سيناء، يعني سيناء النهاردة طول عمرهم أبطال وطول عمرهم رفضوا أي تعاون مع إسرائيل وفضلوا مصريين، بس كده بيحسوا بمصريتهم أكتر وبيحسوا أنهم مستعدين يدوا أكتر. لأنه أنا لما أبقى ظريفة معاكي مثلا وأجيب لك حاجة حلوة كده أنت هتتبسطي، ولو قدرت تجيبي لي حاجة حلوة هتجيبي لي. إنما لو مفيش وبشتم وبصرخ وبقتل وبضرب، لا إحنا كنا عايشين سنة سودة فعلا بمعنى الكلمة. فالحمد الحمد لله وما بقاش في منظر للعشوائيات، وبقت المرأة المعيلة بتشتغل، وبقى كل اللي عندهم مشاكل صحية بيعالجوا وبيعالجوا بجدية، مش كده يعني مش يعني كده يلا اكشف وامشي، لا كل واحد فيهم بيتعالج. دي على فكرة التأمين الصحي والتعليم للتلاميذ دي أهم من أهم المكاسب اللي رجعنا تاني نستردها.
واللي كانت عندنا في الاول. احنا ايقونه العالم العربي وساعات ايقونه العالم. انا كنت بشوف الافلام بتاعتنا لما كنت في باريس، كان الشوارع بتبقى كده والله العظيم زحمه. افلام صلاح ابو سيف ويوسف شاهين وعاطف الطيب ومحمد خان وخير بشاره، يعني كتير، مش جاي في دماغي دلوقتي كل الاسماء، لكن يعني فعلا كانت حاجه رائعه يعني. والملفات اللي حضرتك شايفه انه لسه الدوله بتشتغل عليها، هو كده اللي انا رايي ان اهم حاجه هي اعاده الوعي. يعني انا ونفسي يبقى في وزير اعلام على فكره. يعني لانه في اعاده الوعي دي مهمه جدا جدا جدا، لان الوعي بتاعنا ارتبك. انت ما تنسيش في اي مرحله، لانه يقال انه اكيد في وعي كبير قوي اللي يخلي هذا الكم والعدد اللي ينزل في 30 يوم. طبعا. بس ده هنا كان ايه؟ كان وعي، كان خوف، امان، كان خوف من انه البلد رايحه. فلا، دي حاجه بقى بنفديها بروحنا. يعني انا افديها بروحي ولا اقول ما يهمنيش واحد ماليزي يحكمني ما دام مسلم؟ لا. كان في لخبطه، وفي لخبطه من ناس احتلوا كل الشاشات وبداوا يقولوا اللي هم عايزينه، والحكومه نايمه او السلطه نايمه او الدوله نايمه او متامره. يعني معظم الاوقات كانت متامره. لما يجي رئيس يقول لك المصري مصري، ما عنديش زي ما كانوا هم شيعي وسني وقبطي ومسلم والخراب ده اللي قاله كيسنجر قالها. كيسنجر قال اكبر ضمان لبقاء اسرائيل في المنطقه العربيه هو تفتيت المنطقة إلى دويلات عرقية وطائفية. وإحنا كان عندنا ناس بتغذي ده، لا، ده جالنا رئيس بيقول ما فيش حاجة، المساواة والتمايز بالعمل. يعني أنا لو بدي وبشتغل وبنتج أبقى أحسن من اللي قاعد كسلان. صحيح. صح ولا لأ؟ كل سنة وحضرتك طيبة يا أستاذة فريدة، بشكرك شكرا جزيلا. شكرا. على وجودك معانا. مصر طيبة، وإن شاء الله ثورة يونيو دي هي الطريق اللي عبرنا بيه إلى المستقبل العظيم. شكرا لحضراتكم مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.